أصدقائي وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي واحتراماتي لكم ودعواتي بأن يرفع الله الوباء والبلاء عن الأمة العربية وسائر بلاد الدنيا، وأن يشفي كل مريض يتألم، ولا يحرمنا أبدا من أحبابنا يا رب العالمين. طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم. كبسولة جديدة من الأرض الطيبة من منطقة أمليل. زي ما احنا شايفين هذا الجمال الرائع الخارج عن كل قواعد الجمال في الدنيا، يعني جمال شاذ، جمال من حالة أو حالة نادرة من الجمال. هذا هو جبل طبقال اللي أنا كلمتكم عنه، واللي واضح قوي قوي دلوقتي في الخلفية ورانا، وشايفين الماء اللي بينحدر من جبل طبقال، واللي يعني ما شاء الله خير للأرض الطيبة ومن الأرض الطيبة. عاوز أفكركم يا جماعة إن جبل طبقال جبل مش عادي، جبل له تاريخ زي ما قلتلكوا قبل كده وإحنا في إسني. جبل له تاريخ، جبل له وضعية خاصة عند المغاربة بل ويمكن عند العالم كله. هذا الجبل هو جزء من جبال الأطلسي الكبير. هذا الجبل يقع غرب جبال سلسلة جبال الأطلس الكبير، يقع أيضا جنوب مدينة مراكش بحوالي 82 كيلو من مدينة مراكش. ارتفاعه قرابة 4167 متر، ارتفاع مش عادي، وأعلى قمة في شمال أفريقيا وسابع أعلى قمة في أفريقيا بالكامل. يعني هو الأول في الارتفاع، ما فيش جبل في نفس الارتفاع في شمال أفريقيا بالكامل. هذا هو جبل طبقال يتميز بارتفاعه الرهيب قياسا على باقي جبال أو سلاسل الجبال الموجودة في شمال أفريقيا. ويعد زي ما قلت لكم رقم 7 في الارتفاع على مستوى قارة أفريقيا بالكامل. هذا الجبل بيتوسط منطقة منتزه طبقال الوطني اللي بتبلغ مساحتها حوالي 380 كيلو متر مربع. الجبل ده يا جماعة تحفة، سبحان الله، تحفة طبيعية من الله بها على المملكة المغربية الشريفة. يعني أي حد يقف أمامه بيصاب بحالة من الذهول لجمال المنظر اللي بيوصل زي ما قلت لكم. هو بدايته مع منطقة إسني ثم منطقة أمليل، ويترجل بعد قطع مسافة يضطر للترجل أو امتطاء البغال أو الحمير. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم، لأن زي ما أنتوا عارفين دول وجبة دسمة بالنسبة للقراقبة. يعني هم لو عرفوا أن فيه هنا بغال وحمير مش هيسبوهم لحد ما يعني يرموهم عظم، يعني ياكلوهم لحم ويرموهم عظم. ربنا يحرقهم بجاز، جاتهم القرف قرفونا. مقرفين جدا والله، والله مقرفين جدا جدا، انا قرفت منهم والله قرفت. هو ده جبل طبقال يا جماعه، زي ما قلت لكم المملكه المغربيه سرقته من القراقبه، وانا متصور انهم اما سرقوه على مراحل واما سرقوه مره واحده، بس المغاربه زي ما قلت لكم برضه هم جبابره ويسرقوه مره واحده، يعني عارفين مش هيهمهم اي حاجه، يروحوا ينقلوه من هناك لنص. الله يخرب بيوتهم، دول خلاص جابوا لنا استبحس، والله جابوا لنا استبحس. عاوز اقول لكم ان هو مزار سياحي رائع بياتي اليه كل رواد السياحه الطبيعيه او اماكن السياحه الطبيعيه من انحاء العالم ويستمتعوا به. ويمكن احنا دلوقتي في شهر الصيف او الربيع، في نهايه الربيع، وزي ما انتم شايفين المطر مازال يملا المنطقه طوال اليوم، وما شاء الله ما شاء الله زي ما قلت لكم خير من رب العالمين دائم ومستمر للمملكه المغربيه الشريفه. عاوز اقول لكم كمان يا جماعه ان اللي هيجي المنطقه دي هيستمتع جدا 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 بروعه المكان. الناس مضيافين بشكل غير طبيعي، الناس يحيون الضيف ويقبلونه وييسرون له كل الامور، مفيش اي مشكله ابدا هتقابله، لان الناس هنا متفاهمين، ودي طبيعه المملكه المغربيه وناسها. يعني ما مضيافين بطبيعتهم، يعشقوا الضيف
ويقدم له ربما كل ما يملكه ولا يبخلون أبدا. هعيد لكم تاني وأقول لكم أن هذا الجبل جبل له أصل في التاريخ، له قاعدة قوية جدا 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 تاريخيا ربما تصل لآلاف السنين للعهود والعصور الوثنية قبل ظهور الأديان. هذا الجبل بقدر ما نجد فيه من جمال، بقدر ما نجد فيه من رهبة لصنع الخالق جل شأنه، رهبة تجعلنا جميعا نقف أمامه لا نملك إلا شيئا واحدا، وهو أن نقول سبحان الله العظيم، سبحان من وهب المملكة المغربية الشريفة هذا الجمال وهذا الرونق، وهو وهبها وإحنا عارفين أن ربنا اللي وهبها، لكن القراقبة دولة قرقبيان العظمى بيقولوا أنه مسروق من عندنا. وعلى فكرة عبد المجيد القفة كان كتب مذكرة لمحكمة العدل الدولية بيتهم فيها، أو مش عارف في الأمم المتحدة ولا معرفش كتبها فين، المهم أنه اتنقل على عينه وكتبها وبيتهم فيها المملكة المغربية بسرقة جبل تبقال. أفعال وأقوال لا يقوم بها إلا القراقبة اللي بنقاؤه، اللي لا عندهم مخ ولا عندهم عقل ولا بيعرفوا حاجة، ما عندهمش بس غير دربكة في المخ وسكسكة في الحلمبي، عندهم حلاولو، عندهم عقدة اسمها المملكة المغربية الشريفة. كل التحية والتقدير والاحترام لكم، سعدت بكم وسعدت بوجودي معكم، دعواتي بأن يشفي الله كل مريض يتألم ولا يحرمنا أبدا من أحبابنا يا رب العالمين. طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم، عاشت مصر وعاش المغرب، ولا عاش من عادهما ولا خاناهما، ودائما وأبدا وما حييت أقول أن العروبة ليست دولة، إنما العروبة وطن لمن يعي ويفهم ويعقل معنى كلمة وطن. أشوفكم في كبسولة جديدة ومن داخل الأرض الطيبة المملكة المغربية الشريفة. كل التحايا والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسيبكم تتمتعوا بالمناظر دي. معاكم المناظر يا جماعة، استمتعوا بيها قبل ما الحلقة تخلص.